مشكلة متعلقة باستخدامك لهاتفك وجهاز الآيباد وأجهزة أخرى قبل النوم مباشرة. بمجرد أن تحدد الأسباب التي تسبب لك مشاكل في بدء صباحك بطريقة صحيحة، سيصبح حلها مسألة بسيطة إلى حد ما. إليك ما يجب أن تفعله الآن: اكتب قائمة بالمشاعر السلبية، سواء العقلية والنفسية والجسدية، التي تشعر بها في الصباح، وإليك بعض الأمثلة على ذلك. هل تشعر بالإرهاق عند الاستيقاظ؟ هل تشعر بالإحباط؟ هل تخشى الخروج من السرير وبدء يومك؟ هل تشعر بالتوتر؟ هل تعاني من ألم جسدي؟ هذه المشاعر السلبية تدمر صباحك، لكن ليس عليك أن تسقط ضحية لها. بمجرد أن تحدد تلك العوائق الشخصية، يمكنك التحقق في أسبابها الأساسية التي ستكشف لك الخطوات التي تحتاج إلى أخذها لتخفف من آثارها ولتتغلب عليها. الخطوة الثالثة: حدد مقدار الوقت الذي تحتاجه. معظمنا لديه وقت محدود في الصباح قبل الذهاب إلى مكان ما، أو القيام بمشوار ما، أو الوفاء بالتزام ما. فمثلاً، قد نضطر إلى توصيل أطفالنا إلى المدرسة الساعة 8:15 صباحاً، أو علينا الوصول إلى المكتب الساعة 8:30 صباحاً. يعتقد معظم الناس أنهم يعرفون مقدار الوقت الذي يحتاجونه للاستعداد في الصباح. تكمن المشكلة في أن افتراضاتهم غالباً ما تكون غير واضحة وحتى غير دقيقة، ويمكن أن تفسد تلك الافتراضات جهودك التي تبذلها لتطبيق روتين صباحي جيد كجزء أساسي من يومك. فلنبدأ من الوراء ونرصد الأشياء التي تقوم بها في الصباح بطريقة عكسية. حدد أول التزامات تقوم بها في يومك. فكر في كل ما يجب أن يحدث في لحظة استيقاظك حتى تفي بهذا الالتزام، ثم ضع في اعتبارك مقدار الوقت الذي يتطلبه كل نشاط. لنستخدم وصولك إلى المكتب الساعة 8:30 صباحا كمثال، إليك طريقة تقسيم الأنشطة التي قد تمارسها مرتبة بشكل عكسي: 5 دقائق المشي من موقف السيارات بجانب مكان عملك إلى مكتبك، 40 دقيقة التنقل من المنزل إلى مكان عملك، 5 دقائق إلقاء السلام على زوجك أو زوجتك وأطفالك، 20 دقيقة تحضير وتناول وجبة الإفطار، 10 دقائق ارتداء ملابسك، 30 دقيقة الاستحمام وتصفيف الشعر، 5 دقائق وضع مستحضرات التجميل للسيدات، 10 دقائق الاستيقاظ من النوم وغسل وجهك وأسنانك واستخدام الحمام. تستغرق تلك العملية 2:05. هذا هو الحد الأدنى من الوقت الذي ستحتاجه لإكمال المهام. لذلك إذا كنت تنوي التواجد في مكتبك الساعة 8:30، فستحتاج إلى ضبط المنبه في موعد أقصاه 6:25 صباحا. إذا كنت تود أن تخطط ليومك بدقة شديدة، فيمكنك أن تستيقظ قبل هذا الموعد 15 دقيقة إذا وضعت في الحسبان حوادث المرور غير المتوقعة أثناء تنقلاتك وغيرها من الأحداث الفوضوية. ولتقوم بذلك يجب أن تستيقظ الساعة 6:50 صباحا. هذه معلومات مفيدة. لنفترض أن روتينك الصباحي الجديد الذي يسبق العملية التي ذكرناها تتطلب 45 دقيقة. إذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى الاستيقاظ في الساعة 5:25 صباحا، وسيمنحك ذلك الوقت الذي تحتاجه للوصول إلى مكتبك الساعة 8:30 صباحا، إذا كان روتينك الجديد يتطلب 15 دقيقة فقط. فستحتاج إلى الاستيقاظ الساعة 5:55 صباحا. في الخطوات اللاحقة سنحدد مقدار الوقت الذي سيستغرقه كل نشاط في روتينك الصباحي. ستضمن لك هذه الخطوة وقتا كافيا لتنفيذ كل أنشطتك. إليك ما يجب أن تفعله الآن: أولا، اكتب كل ما يجب أن يحدث بين وقت استيقاظك والوقت الذي يجب أن تفي فيه بأول التزام في اليوم. ثانيا، قدر عدد الدقائق التي يتطلبها كل نشاط. كن دقيقا حيثما كان ذلك مناسبا ومفيدا. مثال: الوقت الذي تستغرقه
في تنقلاتك الصباحية. ثالثا، حدد آخر موعد يمكنك أن تستيقظ فيه بالصباح، وفي نفس الوقت ما زلت تستطيع أن تفي بالتزاماتك، علما بأن تفويت الأنشطة المهمة مثل الاستحمام أو تناول الإفطار ليس خيارا. لدينا الآن قاعدة: في الوقت الذي ننشئ فيه روتينك الصباحية في الخطوات التالية، سيصبح موعد استيقاظك المثالي أكثر وضوحا. الخطوة الرابعة: حدد العادات التي تتماشى مع نواياك. تحدثنا عن دور النوايا في خلق روتينك الصباحي والمواظبة عليه في قسم أهمية النوايا والأهداف. في الخطوة الأولى، حدد هدفك. قضيت وقتا في شحذ فكرك لتحديد الأهداف اليومية التي تهمك. هذا يهيئنا للخطوة التالية، وهي اختيار الأنشطة الصباحية التي تدعم نواياك. من السهل عليك أن تقوم بذلك، أنت تعرف بشكل بديهي العادات المحتملة أن تكون مفيدة لك. إنها مجرد مسألة إنشاء روتين صباحي يشتمل على تلك العادات، وهذه الخطوة تعد أساسية في تلك العملية. على سبيل المثال، لنفترض أنك ترغب في أن تكون في قمة نشاطك. إليك بعض الأنشطة التي ستساعدك على تحقيق هذا الهدف. اخرج للجري في الصباح، تناول وجبة فطور غنية بالبروتين، اشرب كوبا من الماء المثلج، مارس اليوغا، خذ حماما باردا. أو فلنفترض أنك ترغب في أن تكون أكثر تفاؤلا وامتنانا، أنصحك بالقيام بالأنشطة التالية كل صباح: اقرأ فصلا من كتاب ملهم، استمع إلى حلقة صوتية بودكاست مبهج، اكتب رسالة حب قصيرة لزوجتك أو لزوجك، اكتب قائمة بالنعم التي تشعر بالامتنان لوجودها في حياتك، أخبر أحد أفراد العائلة عن مدى تقديرك له أو لها. ولنفترض أنك تريد أن تشعر بمزيد من الاسترخاء والتحكم في يومك، يمكن أن تساعدك العادات التالية: رتب سريرك عندما تستيقظ، مارس التأمل اليقظ، مارس تمارين التنفس، اكتب في مذكراتك الشخصية: تخيل يومك يمر بشكل مثالي. أو تصور أنك ترغب في زيادة إنتاجيتك اليومية، حاول أن تضيف هذه العادات إلى روتينك الصباحي. راجع قائمة مهامك اليومية، تابع تقدمك مع شريكك في الروتين، اكتب نتيجة واحدة يجب أن تحققها اليوم، قم ببعض تمارين الكارديو الرياضية لحرق الدهون، اذهب إلى المكتب ساعة قبل أي شخص آخر. كل تلك الأنشطة التي ذكرتها مجرد أمثلة، سيكون روتينك الصباحي استثنائيا وفقا لظروفك ونواياك. المهم هو أن تختار الأنشطة التي تدعم الأهداف التي تريد تحقيقها. إليك ما يجب أن تفعله الآن: في الخطوة الأولى حددت هدفك والسبب وراء رغبتك في تنفيذ روتين الصباح. الآن قم بإنشاء قائمة بالأنشطة التي تتماشى مع هذه الغاية. مثلا، لو كنت لا تريد أن تكون أقل استعجالا في الصباح، فاستيقظ 30 دقيقة قبل موعدك لمنح نفسك المزيد من الوقت لتحضير نفسك. لو كنت تريد أن تكون صحتك أفضل، فتناول وجبة إفطار مغذية يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم. إذا كنت تود أن تحسن تركيزك، فقم بالتخلص من الفوضى في عقلك واكتب كل الأفكار التي تدور في رأسك، ثم اكتب قائمة بالعادات التي لا تتوافق مع نيتك. هذه هي الأنشطة التي يجب أن تتوقف عن القيام بها في الصباح. فمثلا، إذا كنت تريد أن تكون أقل استعجالا في الصباح، فتجنب مشاهدة الأخبار ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تريد أن تكون بصحة أفضل، فتجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتركيز أفضل، فتجنب تفقد هاتفك بحثا عن رسائل نصية جديدة كل بضع دقائق. معرفة العادات التي يجب أن تتجنبها لا تقل أهمية عن معرفة العادات التي يجب أن تضيفها في روتينك الصباحي. الخطوة الخامسة: اختر الأنشطة التي تزيد من طاقتك. إن القيام بالأشياء التي تزيد من طاقتك في الصباح مفيد لك بغض النظر عن نواياك الأساسية. مثلا،
لقد صممت روتيني الصباحي كي أضاعف إنتاجيتي. هذا هو هدفي الأساسي من الاستيقاظ مبكراً وأداء الأنشطة التي أدرجتها في روتيني. لكنني أعلم أن مستويات الطاقة العالية أمر ضروري جداً إذا أردت أن أبقى نشيطاً ومنتجاً طوال اليوم. لذلك أضفي لروتيني بعض الأنشطة التي اخترتها لتحقيق هذه الغاية. إليك روتين أستخدمه لزيادة إنتاجيتي في الكتابة. في 5:25 صباحاً أستيقظ. في 5:30 صباحاً أرش الماء البارد على وجهي وأغسل أسناني وأصفف شعري وأستخدم الحمام. في 5:40 صباحاً أشرب كوباً من الماء البارد. في 5:45 صباحاً أمارس تمارين تمدد العضلات. في 5:50 صباحاً أصلي وأتأمل. في 5:55 صباحاً ألتزم بإكمال جزء معين من الكتابة خلال اليوم. في 6:00 أتوجه إلى ستاربكس. في 6:10 أشرب قهوة أمريكية أثناء قراءة مقالات من المؤلفين غير الروائيين المفضلين. في 6:40 صباحاً أكتب أثناء الاستماع أو مقطوعات شوبان. في 9:00 أعود إلى المنزل وأمارس تمارين الضغط. في 9:15 أقوم بإعداد وتناول وجبة الإفطار، شريحة لحم لذيذة. في 9:45 صباحاً أتابع الكتابة. لاحظ أن بعض الأنشطة مثل تمارين تمدد العضلات وشرب كوب ماء بارد لا تؤثر بشكل مباشر على حجم كتاباتي، لكنها تضاعف طاقتي، وهذا بدوره يزيد من تركيزي وإنتاجيتي في الكتابة. فكر في الأنشطة التي تجعلك أكثر نشاطاً. يشعر البعض بالحيوية بعد المشي السريع بالخارج فور الاستيقاظ، ويستمتع الآخرون بالاستماع إلى الموسيقى المبهجة، والبعض الآخر يفضل الاستحمام بالماء البارد. إنه اختيار شخصي، فالأنشطة التي يقوم بها الآخرون قد لا تنفعك. مثلاً لا أتخيل نفسي آخذاً حماماً بماء بارد، لكن الحمام البارد يصلح تماماً لصديقي. المغزى هو أن الأنشطة التي تشحن طاقتك يجب أن تكون جزءاً من روتينك الصباحي، حتى لو لم تكن نيتك الرئيسية هي الشعور بالمزيد من الطاقة. تلك الأنشطة تمنحك الحافز الذي تحتاجه لتحصل على النتيجة التي تريدها. إليك ما يجب أن تفعله الآن. اكتب قائمة بالأنشطة التي تشحن طاقتك. اجعل قائمتك شاملة. لا تقلق، لن تقوم بكل هذه الأنشطة في روتينك الصباحي، لكن سيكون مفيداً أن يكون لديك قائمة كاملة في متناول يدك لتختار منها الأنشطة التي تقرر أن تضيفها إلى روتينك لاحقاً. قسم قائمتك إلى عامودين. اكتب نشاطاً في أول عمود، اكتب ما تشعر به في العمود الثاني. على سبيل المثال، رش الماء البارد على وجهي ينعشني ويفيقني. تمارين التمدد تريح مفاصلي وتجعل جسدي يشعر بالتحسن. شرب القهوة يجعلني أكثر إبداعاً. بعد ذلك حدد الأنشطة التي تستنزف طاقتك، اكتبها في قائمتك ودون كيف تجعلك تشعر. بالنسبة لي فإن قراءة المنتديات على الإنترنت تجعلني أشعر بالخمول. الاطلاع على العناوين الرئيسية بالأخبار يجعلني أشعر بالإحباط. تناول الأطعمة السكرية تعطل خططي بسبب الهبوط الحاد في مستويات السكري في الدم. أتجنب القيام بهذه الأشياء في الصباح لأن لها تأثيراً سلبياً على إنتاجيتي طوال اليوم. بمجرد أن يكون لديك قائمة بالأنشطة التي تزيد من طاقتك وقائمة أخرى بالأنشطة التي تستنزفها، فأنت على استعداد لإنشاء روتين صباحي استثنائي. فلننتقل إلى الخطوة السادسة. الخطوة السادسة، ابدأ بخطة بسيطة. أول روتين صباحي صممته لنفسي فشل فشلاً ذريعاً. كنت أرغب في إجراء تغييرات جذرية هائلة في الطريقة التي أقضي بها صباحي. اتبعت نظاماً شديد الصرامة بلا رحمة، ولم أرغب حتى في التفكير في احتمالية الفشل. والنتيجة كما هو متوقع، فشلت.
في غضون أيام عدت إلى روتيني القديم. بقيت في السرير لفترة طويلة بعد انطلاق المنبه. أكلت أطعمة غير صحية على الفطور، وأهدرت الكثير من الوقت في قراءة المدونات والمنتديات والمواقع الإخبارية. لماذا حدث هذا؟ لماذا فشلت في تبني روتيني الصباحي في البداية؟ أنا مقتنع بأن الإجابة بسيطة. فشلت لأنني حاولت تغيير الكثير من الأشياء مرة واحدة. كانت تلك وصفة للفشل لسببين: أولاً، العادات القديمة يصعب كسرها. ثانياً، العادات الجديدة تستغرق وقتاً لتصبح مترسخة. فمحاولاتي للتخلص من كل عادة سيئة أثناء محاولاتي لتبني قائمة طويلة من العادات الجديدة كان مضموناً لها الفشل. لم أدرك التأثير السببي على الفور. كنت أحسب أن فشلي كان مسألة قوة إرادة. لذا حاولت مراراً وتكراراً مثل البغل العنيد أن أتبع نفس النظام الصارم، والنتيجة الفشل مرة بعد مرة. أدركت في النهاية ما حدث واتبعت النهج المعاكس. عادت هيكلة صباحي عن طريق تغيير عادة واحدة في كل مرة. خلال الأسبوع الأول ركزت على الاستيقاظ مبكراً. في الأسبوع التالي ركزت على شرب كوب ماء بارد كل صباح. بعد ذلك ركزت على القيام بتمارين تمدد العضلات لمدة 5 دقائق فور النهوض من السرير. لقد استخدمت نفس الطريقة لكسر عاداتي السيئة، وبدلا من الإقلاع عنها جميعا مرة واحدة ركزت على التخلص منها واحدة تلو الأخرى. غالبا ما كنت أفعل ذلك بالتزامن مع اكتساب عادة جديدة، خاصة إذا كانت العادتان مرتبطتين. ومثال على ذلك: أثناء تدريبي على الاستيقاظ مبكرا تجنبت أيضا الضغط على زر الغفوة، بينما كنت أعتمد على عادة قراءة مقالات المؤلفين غير الروائيين المفضلين لدي. تجنبت قراءة المدونات والمنتديات والمواقع الإخبارية غير المفيدة. اكتشفت أنه من الأسهل استبدال العادات السيئة بعادات جيدة بدلا من مجرد كسرها. أوصي باستخدام نفس الأسلوب عند تنفيذ روتينك الصباحي الجديد. ابدأ بخطة بسيطة وأضف إليها تدريجياً. رغم أن تنفيذ روتينك بالكامل سيستغرق وقتاً أطول، فإنك ستحرز نجاحاً أكبر في ترسيخه والمواظبة عليه. إليك ما يجب أن تفعله الآن. في الخطوة الرابعة أنشأنا قائمة بالأنشطة التي تدعم نواياك، كما أنشأنا قائمة بالأنشطة التي تتعارض معها. راجع هاتين القائمتين وابحث عن فرص لاستبدال العادات السيئة بأخرى جيدة. على سبيل المثال، أفترض أن نيتك هي إنقاص وزنك. قد تتضمن قائمة الأنشطة الداعمة لهذه النية تناول وجبة فطور مغذية، وقد تتضمن قائمة الأنشطة غير الداعمة تجنب المعجنات. قم باستبدال القائمة الأولى بالأخيرة، واغتنم هذه الفرص لاستبدال العادات السيئة بعادات أخرى صحية. بعد ذلك قم بإنشاء روتين صباحي بسيط يتضمن 5 أنشطة سهلة. إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فقد يشمل ذلك قياس وزنك وشرب كوب ماء بارد وتناول الفيتامينات. من المهم أن تكون هذه الأنشطة 5 المبدئية سهلة التنفيذ، حيث سيساعدك ذلك على التغلب على أي مقاومة يفرضها عقلك. اقضي الأسبوع الأول في التركيز فقط على هذه الأنشطة 5، ونظرا لسهولة أدائها وتنفيذها في غضون بضع دقائق فلا بأس من الجمع بينها. والمهم في الأمر أنها ستشكل الأساس الذي سيضيف عليه عادات أكثر صعوبة لاحقا. الخطوة السابعة: قم بتبسيط روتينك الصباحي. العادات الجديدة تسبب دائما مقاومة داخلية، والسبب هو أن عقولنا معدة ومبرمجة على أداء ما اعتدنا على القيام به في الماضي، فعقولنا تحب الروتين. من ناحية هذا أمر جيد، بمجرد أن تؤدي روتينك الصباحي يوما بعد يوم لعدة أشهر سيدفعك عقلك إلى القيام بذلك كل صباح، وسيصبح روتينك تلقائيا. من ناحية أخرى، نفس السمة تجعل تغيير روتينك الحالي أمرا صعبا. عقلك أصبح معتادا على عاداتك الحالية. إذا كنت تشاهد التلفاز عادة بعد النهوض من السرير مباشرة،
فستواجه مقاومة عندما تستبدل هذه العادة بعادة أخرى جديدة مثل الجري أو اليوغا أو التأمل. الحل هو أن تقلل من هذه المقاومة، ويساعدنا على ذلك اكتساب أو استبدال عادة رئيسية واحدة في كل مرة كما ناقل.